خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. الحكومة نفت تقليص مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الأنشطة والفعاليات. كمان معنا بروتوكول تعاون ما بين البحوث الفنية للقوات المسلحة وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة، وأخبار تانية هنستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الحكومة أكدت أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، مشددة على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024-2025 بنسبة 24.9% لتصل لنحو 496 مليار جنيه مقارنة ب 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025. مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، وارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024-2025 بنسبة 16.1% لتصل ل 10.1 مليار جنيه مقارنة ب 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين تدريبيين عمليين لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات والتعامل الأمثل معها بالتعاون والتنسيق بين مديريات المحافظتين والمحافظات المجاورة، وتنفيذ بعض المواقف المخططة والمفاجئة، وتدريب العناصر التخصصية وفقاً لما لديها من إمكانيات وخبرات ومعدات وقوة بشرية. كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية والقومية العملاقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة مع مختلف الأكاديميات الوطنية بالدولة، وقع اللواء محمد متولي مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية. يهدف البروتوكول لتعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي وتفعيل آليات العمل اللي بتحقق الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة في الموضوعات المشتركة بين الجانبين. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن إدارة الموسيقات العسكرية شاركت في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته 11 اللي استمرت فعاليتها على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية. خلال المهرجان قدمت الفرق الموسيقية العسكرية عدد من العروض الفنية والمقطوعات الموسيقية الإبداعية اللي بتعبر عن التراث الوطني والحضاري المصري، ونفذت العديد من التشكيلات الحركية والإيقاعية الراقية اللي ظهرت في لوحة فنية رسمت مدى التناغم والاحترافية في الأداء. امبارح وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجرية، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم زيارة استثنائية واحدة وقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يستكمل منحها بعد انتهاء الأجازة الرسمية للعيد وحتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024، ولا تحتسب الزيارة المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.